بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا، قناة الشبح للمعلوميات. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن حل مشكلة المثلث الأصفر الظاهر عند الاتصال بالإنترنت الذي يخرج هنا على علامة الإنترنت. طبعا في البداية يجب أن تتأكد أن المودم يعمل بشكل سليم، وكذلك أن المشكلة ليست من مزود الإنترنت. كذلك إذا كنت متصل عن طريق كيبل من المودم إلى جهازك، لابد أن تتأكد أن الكيبل سليم وليس فيه شيء. كذلك يجب أن تكون قد ثبت آخر تعريف تم إصداره لكارت الشبكة الخاص بجهازك. بعد أن تتأكد من كل هذه الأمور والمشكلة لا تزال قائمة، تأتي إلى علامة الإنترنت هذه وتضغط بالفأرة يمين، ثم تضغط على فتح مركز الشبكة والمشاركة، تضغط هنا على اسم شبكتك، ثم تضغط على خصائص، ثم ترفع علامة الصح من هنا، وهنا تضغط ضغطة واحدة بالفأرة، ثم تضغط على خصائص، ثم تأتي إلى خيارات متقدمة، ثم تأتي إلى هذا الخيار، وترفع علامة الصح من هنا، وتضغط موافق، ثم بعد ذلك تضغط هنا موافق. بعد ذلك أيضا تضغط هنا موافق. بعد ذلك تقوم بالذهاب إلى جهاز الكمبيوتر، تضغط عليه بيسار الفأرة ضغطة واحدة، ثم يمين الفأرة تضغط ضغطة وتختار خصائص. بعد ذلك تضغط على إدارة الأجهزة. بعد ذلك تبحث عن كارت الشبكة وهو هذا كما ترون، تضغط هنا على المثلث، ثم تضغط على الكارت ضغطة واحدة بالفأرة، ثم تضغط يمين الفأرة وتختار خصائص. بعد ذلك تضغط على برنامج التشغيل، ثم تضغط على تعطيل، ثم تخرج لك نافذة تضغط على موافق. بعد ذلك سوف ترى أن الإنترنت قد تم قطعه، فالزر هنا يتغير إلى إعادة التشغيل، تضغط على إعادة التشغيل، ثم تنتظر قليلا إلى أن ترى أنه تم الاتصال بالإنترنت وقد اختفت مشكلة المثلث الأصفر إن شاء الله. بعد ذلك تضغط على موافق. ها هي كل الخطوات في إصلاح هذه المشكلة. نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم شيئا مفيدا، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم جديد الدروس، وزيارة موقعنا والاشتراك في القائمة البريدية، وزيارة صفحتنا على فيسبوك وتويتر والاشتراك بهم، وكذلك جوجل بلس. وفي أمان الله، في دروس قادمة إن شاء الله.